طبعا احنا في الشتاء بنعشق المعجنات، يعني افتحي الفرن كده دفي البيت كله ونقوم نعمل شوية معجنات. هاتي شوية الدقيق اللي عندك، تعالي نعمل مع بعض النهاردة شوريك الأفراد. طريقة بسيطة قوي، مقادير سهلة جدا جدا، بجد أنصحك تقوم تعمليها بعد الفيديو. تعالوا يلا نبتدي بالعجينة وأقول لكم هنبتدي نعمل ايه. أول حاجة كده هنزل هنا بكوباية لبن، ده كده مقدار كوباية. تقدر تستبدلي اللبن بمية عادي بس بيكون دافية أهم حاجة. هنزل عليها ببيضة واحدة وهحط معلقة خميرة كبيرة، تمام، وهنحط كمان رشة ملح حاجة بسيطة قوي، وهحط هنا دي معايا سمنة، تمام، نص كوباية سمنة بالظبط. حطي نص كوباية سمنة، وهنحط كده ربع زيت، يعني كوباية إلا ربع، نصها سمنة والربع بتاعها زيت. بالشكل ده كده. ومعايا كمان عشان الخميرة تتفاعل بسرعة، لا خلي السكر حبيبات، ده هنوصه شوية كده. انا هحط سكر بودر، تمام. هنحط بقى ايه السكر ده زي ما انت حابة، عايزاه مسكر عجينة تبقى مسكرة معاكي زودي السكر، عايزة العجينة تبقى حلوة معاكي كده ومش مسكرة قوي قللي. انا هنا حاطة بالمعلقة الصغيرة اللي معايا دي، يعني قولي كده مقدار 3 معالق من معلقة كبيرة او معلقتين، تمام. السكر ده زي ما انت حابة، وهحط حاجة بسيطة قوي من الخل علشان الخل بيخلي العجينة كده هشة وبتبقى طرية معاكي وحلوة قوي. ندوب بقى كل الحاجات اللي احنا حطيناها دي مع بعض كويس جدا لحد ما كله والبيضة وكلها تدوب. هنا بقى دوبنا كويس ايه البيض مع كل المكونات. هننزل بقى بالدقيق بتاعي. الدقيق بتاعي هنا انا مستخدمة 4 كوبايات دقيق. هنزل بقى بالتدريج، ماشي كده، وهنسيب شوية، هنزل بشوية شوية بالشكل ده كده. بنزل بالدقيق بالتدريج لان الدقيق بتاعنا بيختلف عن دقيق والتاني، في دقيق بيشرب سوائل وفي دقيق ما بيشربش السوائل. فالدقيق بتاعي ده بصوا ما احط منه يعني ايه شوية شوية كده. نبتدي بقى ايه نعجن في العجينة. اي عجينة مخبوزات هتعمليها لازم تفضلي تعجني فيها مخبوزات بس، تمام، لكن بسكوتات ما تنفعش العجن. المخبوزات بقى عشان احنا هنعمل شريك وعايزين عجينة تطلع معانا قطنية كده وهشة وحلوة، اعجني فيها بقى ايه ما تقلش عن 10 دقايق عجن. هتلاقي بقى بعد ما تيجي تسويها تلاقيها ممتازة معاكي، طرية وهشة وجميلة قوي. بصوا بقى العجينة، بصوا ملمسها ناعم وحلوة كده او جدا، وكمان مش بتلزق يعني. بصوا اهي هنغطيها بستريتش ريب بقى او اي كيس بلاستيك وهنسيبها ترتاح كده ايه لحد ما تختمر، وبعد كده هنبتدي نشكلها. هنا بقى العجينه بتاعتنا بعد ما سيبناها تختمر شويه هنبتدي نعملها بقى ايه كور كده صغيره مش كبيره، يعني اصغر كمان كده. بالشكل ده المفروض بعد ما نعملها كور كده هنغطيها ونسيبها ترتاح تاني شويه، بس طبعا ايه انت في البيت بقى اعملي كده. انا هنا هشكلها على طول وهناخد اول كوره احنا بقى عملناها هتكون ريحت يعني معانا شويه. هنا بقى ايه هناخد الكوره كده بالشكل ده، تمام، نعملها كده، نبتدي بقى نرولها، نخليها رول طويل وما تخليهوش تخين قوي، يعني خليه كده ايه هوريكي السمك بتاعه عشان ما يطلعش تخينه وكبيره كده مش هتبقى حلوه. بعد كده بقى هنبتدي نرولها ازاي. بصوا هتجيبي بقى اول حته كده في الاول، هتروحي تانياها واخده دول تروحي عامله بقى كده، عارفه تلفيها كده زي الحلزونه اهو، الطرف ده تقفليه كويس قوي من تحت كده، تمام، هتبقى معاكي بالشكل ده كده. الخليط بقى اللي انا هحطه من فوق الوش، هتحطي بيضه، تمام، وهحط شويه لبن عشان بس ادوب البيضه، ندوبها كده مع بعض. حطي كمان رشه فانيليا لو عندك او شويه خل صغيرين، حطوا بقى عليها من فوق الوش كده. طبعا بعد التشكيل بتسيبيه يختمر شويه عشان ايه ينفش معاكي. لو مش حابه البيض في فوق الوش، على فكره في ناس كتير ما بتحبوش، ممكن تخليه لبن بس
ما تحطيش بيض، مفيش مشكلة خالص. بعد كده هحط عليهم بقى شوية سكر، سكر عادي بتاعنا الحبيبات ده، شوية كده ايه صغننين، ده اختياري براحتك، مش حابة ما تحطهوش. هناخدها بقى ونحطها على الفرن، الفرن بتاعنا بيكون سخن على درجة حرارة 180، يعني ايه من تحت كده تغمق شوية، وبعد كده افتحي عليها الشواية لو الفرن بتاعك مش بيحمر. لو بيحمر ما تفتحيش عليها الشواية وهي تاخد لون حلو. يلا بينا ندخلها الفرن. هنا بعد ما الشريك بقى طلع معانا هندهنه كده دوت مربى مخففاه بشوية مية، تمام، عشان بس يدينا ايه لمعة حلوة كده. ممكن كمان شربات، يعني شربات تقيل كده. عملنا مع بعض شريك الافران طريقه سهله وبسيطه جدا، وطلع معانا بالشكل ده. ان شاء الله يعني ما تجربوه يعجبكم، وقولي رايكم ايه في التعليقات، وبالف هنا وشفا على قلبكم. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.